جوائز عمان العقارية 17 جائزة لأصحاب الإنجازات والمساهمات في السوق العقاري العماني. تنقسم الجوائز لعدة فئات: أولاً المطورون، وتحتوي على 6 جوائز. ثانياً إدارة العقارات والوساطة العقارية، وتحتوي على جائزتين. ثالثاً الجوائز ذات الطبيعة الخاصة، وتحتوي على 5 جوائز. رابعاً الجوائز الخاصة بالأفراد، وتحتوي على جائزتين. خامساً الجوائز الحكومية، وتحتوي على جائزتين. للتسجيل ولمزيد من التفاصيل عن الجائزة يرجى زيارة الرابط الآتي.